ريمونتادا للمتلوي تخليه يحصد 3 نقاط مهمة لباقي المشوار والعودة بثلاثية في ظرف 21 دقيقة والرجوع من بعيد بعد ما كان منهزم في 10 دقائق الأولى من الشوط الثاني. بالعودة للماتش اللي عنوانه الأبرز هو التدرب، الضيوف اتحاد بن قردان من أجل وضع حد لنزيف تضييع النقاط بعد هزيمة وتعادل في آخر 2 لقاءات في أسبوع شهد تشكي من التحكيم. والديانا جاوبت الاتحاد الرياضي ببن قردان: احنا اللي رينا في البنك واللي شفنا في الفيزيوناج اللي فما 2 ضربات جزاء بوم هذيك هي اجتهادات لي زاربيتر تويكا ولاو كل ديسيزيون ياخذوها بحسابها. ان شاء الله نكونوا نقولوا على حسن نيه هكا، ومعناتها احنا عندنا ثقه في التحكيم وان شاء الله تكون على حسن نيه هكا. المتلوي اللي يبحث على التدارك بعد هزيمه ضد بيجا في انتظار قرار رابطه بعد اثارته اللي قدمها فريق المناجم من اجل تحقيق ثاني انتصار في مرحله البلاي اوت. اليوم يظهر لي المقابلات كلها نتاع البلاي اوت، معناتها هي مقابلات كاس. اتحاد بن قردان من حقه ان يفتش على نقطه بعد تعادله مع اتحاد طويل، لكن نجم الرياضي المتلوي اليوم ان شاء الله باش يحقق 3 نقاط عازمين، لانه كما تعرف معناتها الفريق اذا كان يتحصل على 3 نقاط تلقاه معناتها في اعلى الترتيب، اذا كان قدر الله معناتها فوبا تلقاه في اسفل الترتيب. وهذاك علاش احنا المقابله اليوم في ميدانا امام جمهورنا حاضرينها كما يلزم، وان شاء الله ربي يوفقنا ونجيبوا 3 نقاط اللي باش تخول لنا انه نحتلوا المرتبه الثالثه ان شاء الله بعد النتائج نتاع يوم امس. المتلوي بزوز تغييرات في التشكيله، عمار الخشناوي وباسم الحاجي من الاول، وبن قردان ب4 لاعبين جدد في التشكيله الاساسيه مقارنه باخر لقاء: محمد ناصر حامد، ايوب تليلي جونيور، وامين باللكحل. و45 دقيقه اولى ما ليناش فيها برشا فرص رغم البدايه القويه للضيوف في 10 دقائق الاولى. فرصتين في درجين كاد الحباسي يفتتح النتيجه بعد تمهيد من ناصر حامد ومهيب الشامخ يتصدى على مرتين، ومحاوله ثانيه بعد امداد من غازي عبد الرزاق لحامد يتوغل لكنه يخفق في التصويب. بعدها المتلوي تستحوذ على الكره لكن دون فاعليه رغم حركيه احمد ولاد باهية اللي تسبب في عديد المخالفات لكن دون استغلالها وغياب النجاعه في الكرات الثابته. فرصه وحيده تستحق الذكر للمتلوي جات مع 30 دقيقه لعب، هيثم المحمدي خرج بوعسيده يصوب والشرفي ينقذ الموقف. واخر فرصه في الشوط جي على مخالفة من أولاد الباهية وكورة شانس الرأسية جانبية وتبقى النتيجة التعادل السلبي 0-0. الشوط الثاني وأولى التغييرات للمدرب رمزي جرمول، خروج أمين باللكحل ودخول جوهر بالحسن ويصبح ظهير أيسر وعبد الرزاق يدخل اللكس. انطلاقة قوية من الفريقين، 51 دقيقة هجوم للمتلوي يقود شانس، الشرفي يتدخل ويرجع الكرة بسرعة، غازي عبد الرزاق يخرج نسيم سيود، يراوغ صدام بن عزيزة يدخل 18 يصوب ويغالط الحارس الشامخ ويسجل أولى أهداف المباراة والثاني لبن قردان في البلاي أوت والسادس لي في البطولة ورقم 200 في الموسم الحالي. بن قردان يحاول إضافة الثاني لكن ناصر حامد والحباسي يخفقوا في تسجيل الهدف الثاني. المتلوي أصبح يبحث على التعديل والمدرب قيس اليعقوبي يقحم اللاعب التونسي الإيطالي إسماعيل الهرمسي مكان بوعسيدة وزملاء التيفي يضغط. 65 دقيقة لعب، أحمد أولاد الباهية أحسن لاعب في المتلوي يتوغل في 18 يتدخل معه جونيور والحكم جيرات في 5 ماتش لي في الموسم يعلن على ضربة جزاء. القائد حمزة التيفي ينفذ ويعدل النتيجة. واحد واحد هيجان المتلوي يتواصل وهدف أبيض للمتلوي بعد تمريرة من شريف بوديا لأحمد أولاد باهية والحكم المساعد الأول الياس إبراهيم يعلن على التسلل مع 75 دقيقة لعب. 4 دقائق بعد الكونغولي شانس بعمل فردي يصنع الفرق، يأخذ الكرة في الوسط يتوغل يصوب من خارج 18 كورته في الشباك ويعطي التقدم لفريقه 2-1 والعودة من بعيد. ردة فعل بن قردان تجي مع 86 دقيقة لعب، مخالفة من جوهر بن حسن لكن دون جديد. ودقيقة قبل النهاية إصرار أبناء قيس اليعقوبي يتأكد، توغل من اليمين لعمران الخنشاوي
يوزع الشانس ورغم قصر قامته بارتقاء ممتاز يسجل الهدف الثالث تصويبه رأسية ويقضي على أمال بن قردان للتعديل ويساعد الرصيد لثلاثة أهداف في البطولة. فوز مستحق لنجم المناجم بالنظر للروح اللي أظهرها في الشوط الثاني والعودة لسكة الانتصار. كما كل ماتش ديما نحضروا ماتشونا في وسط الأسبوع وديما نتبعوا المعلومات نتاع الكوتش وإن شاء الله نجيبوا ننقذوا الجمعية ونفرحوا الجمهور إن شاء الله. في حين اتحاد بن قردان يكتفي بنقطة في ثلاثة لقاءات مع تسجيل هدفين فقط في خمسة جولات وضيع تستحق المراجعة والسؤال هل المشكل فني أو ذهني لأبناء رمزي جرمو؟